مخصوصی تلاوت کے لیے میں دعوت دیتا ہوں استاذ القراء زینۃ القراء فضیلۃ الشیخ القاری المقری نوید الحسن لخوی حفظہ اللہ تعالی استاذ جامعہ سلفیہ فیصل آباد تشریف لاتے ہیں اور اپنی مسحور کن اور خوبصورت آواز میں تلاوت قرآن مجید سناتے ہیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تتقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا ولم يمسسني بشر ولم أكن بغيا بسم الله واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا
فاتخذت
فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. أوف 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 أوف
فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا أي
سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي صدق الله العظيم.